يمر بحياته بتحديات كبيرة. هاي التحديات بإيدنا إحنا إنه نخليها تكون تحدي يوصل لإنجاز، أو تحدي دائما نتطلع عليه على إنه في عقبات كتير بتمنعنا إنه نوصل لإله، وبالتالي نستسلم عن حياة ممكن تكون أفضل حياة ممكن إنه نعيشها، أو أكبر إنجاز ممكن إنه إحنا ننجزه. أنا سوزان الهوبي، أول عربية قدرت إنه أوصل لقمة أفرست. لما أنا حكيت عن هذا الحلم الكبير، كتير من الناس فكروا إنه مستحيل وإنه صعب إنجازه، لكن أنا آمنت بهذا الحلم وعملت كل خطوة ممكن إنه يتصورها أي إنسان بحيث إنه أوصل لهذا الإنجاز، وأخلي هذا التحدي فرصة بدل ما أخلي هذا التحدي عائق. أنا هون حابة أسمع قصتك، حابة أعرف عن هذا التحدي اللي موجود بحياتك، هذا التحدي اللي ممكن مع بعض نحوله لفرصة، بدل ما إنك أنت عم تفكري على إنه عائق ممكن إنه يمنعك من إنك توصلي لحلمك. كل واحد فينا عنده بداخله جبل لازم يتسلقه، وهذا الجبل لما بيتسلقه الموضوع راجع لإلك تماماً، إنك تخليه إنجاز بدل ما إنك تخليه عقبة ومانع من إنه يوصلك لحلمك، ووصلك لحياة أنت بتستاهليها، حياة أنت مسؤولة عنها، وحياة كتير أفضل من اللي أنت هلأ عايشتيها. آمني بحلمك وخدي هذا التحدي وابعتي لي قصتك، ويمكن مع بعض نقدر إنه نتسلق هذا الجبل، وإنه نقدر نحقق هذا الحلم اللي أنت موجود عندك، ونخليه حقيقة، ونخلي هاي الفرصة تفيدك وتفيد مجتمعك اللي حواليكي.